هذا مقطع سريع عن النقطة اللي أقرأها قبل شوي، ذكرت في عدة روايات في عدة كتب، بس توضح طبعا مثلا أبغى أتكلم عنه، فقلت خل أحط مراهد كمقطع. اللي هي فكرة زي ما قلت، في فرق بين التقليد الأعمى والتطبيق، في فرق بين الفهم وتطبيق الشيء وبين فقط حفظ الشيء أو سماع الشيء. ذكر مرة واحد في تغريدة أو شيء زي كذا، واحد مصري يقول كنت قاعد في مطعم أو مقهى أو شيء زي كذا، وسمعت أغنية لأم كلثوم، وفي الأغنية قالت جاب الطالي رسول، يعني رسول الحب أو شيء زي كذا، يعني مرسول شخص من يعني يرسل رسالة لشخص عن طريق رسول معين. فيقول سمعت واحد يقول صلى الله عليه وسلم، فيقول في نفسي قلت ده شعبي حافظ مش فاهم، والله حافظ مش فاهم. يعني كثير من الأشياء احنا نحفظها لكن ما نفهمها، أو طبعا مثلا بعيد بس يوضح الفكرة فقط. فالخيل كثير من الأمور بعضها صحيح بعضها خاطئ، وأغلبها يمكن حتى أو أقل كثير منها عكس الصورة تماما، لكن بخيرها وشرها، الصح والخطأ واللي زين واللي مو زين والشين والشين والزين أغلبها نحفظها ما نفهمها، وحتى لو فهمناها ما طبقناها. هذا أكبر خلل، لما أخذ معلومة حفظا ما أفهمها، ولو فهمتها ما طبقتها، ثم أنقلها لك وانت تسوي نفس الفكرة، ثم تنقلها لشخص ثاني تسوي نفس الفكرة، مع الوقت يعني قواعد عامة مسلم فيها كأنها صح، وهي في الحقيقة خطأ أو قد تكون خطأ، وحتى قد تكون عكس الصواب. هذه مصيبة. المثل اللي كنت أقرأ لي هو الأصمعي وعمر بن علاء، طبعا هم رواة، سواء رواة شعر في الخيل وغيره، يعني كتبوا في عدة أشياء. فقصة سريعة، كان دخين عند شخص معين ما أتذكر اسمه، فيمكن الفضل من الربيع أو شيء زي كذا، فدخلوا عليه اللي طبعا اللي يروي الرواية الأصمعي، فما يندرى عن صحتها، لأن يعني القصة فيها مدح له وفيها انتقاد للشخص الآخر، بس الفكرة أنها قصة يعني ذكرت أكثر من مرة وقرأتها شخصيا أكثر من مرة. يقول دخلت فسألني كم مجلد، فيما معناه بالسعودي كم كتاب سويت عن الخيل، كان مجلد، رد كان يعني فيما معناه أنه مجلد واحد، يعني كتاب واحد تقريبا أو كتيب واحد. فدخل عمر بن العلاء، عمر بن العلاء هو طبعا مدرس الأصمعي، أو يعني الأصمعي كان عنده يعني وتعلم منه كثير من الأشياء. فقال له كم كتاب أو مؤلف ألفت عن الخيل؟ قال تقريبا فوق 50 أو شيء زي نيفو 50. فقال قم للفرس اللي قدامك هذا وتكلم عن الأشياء اللي تكلمت فيها في كتابك. فقال رحم الله الأمير أو الوزير أو شيء زي كذا، أشياء عند العرب سمعتها ونقلتها، فيها معنى يعني كأنه يقول إن الأشياء اللي في كتاب أشياء نقلتها فقط، شو عارفني فيها. يقول فالتفت إلي الأصمعي وقال لي قم وصف الأشياء اللي صفتها بكتابك في بالحصان. يقول فقمت شمرت عن يديني ومسكت الحصان من إذنه وناصيته، وفصلت جميع التراكيب والقطع والأشياء اللي تكلمت فيها في كتابي حبة حبة لين خلص من الحصان. يقول فأهداني الفضل من ربيع الحصان هذا، طني هدية. فيقول كنت لما أبغى أجي لعمر بن علاء أجيب الحصان ذا عشان أرفع ضغطه حرة. وخلاصة القصة طبعا بالنسبة لي أنا شخصيا اللي أستفيد من القصة إن صحت، هو أنه 50 كتاب أو كتيب أو مجلد لم تفهم ما فيها بل حفظته ونقلته، ما يفيدني كراعي خيل. كتاب واحد كل اللي فيه فهمته ودرت فهمني إياه، يفيدني كراعي خيل. نفس الفكرة ينطبق على وقتنا الحالي، مهما علمتك مهما فهمتك طالما أن الكلام اللي يقولك إياه بس قاعد تحفظه ما يفيدك، لكن لو فهمته ممكن تستفيد. أيضا لو فهمته لا يمكن تقارن الفهم حتى لو كان فهمك صحيح بالتطبيق، لأنك مو بأي شخص يفهم بالفعل يطبق. فنعطيها ثلاث خطوات، الخطوة الأولى للنقل أو الحفظ أو السماع، النقطة الثانية الفهم، تفهم ماذا يقال لك، تفهم ماذا سمعت، النقطة الأخيرة التطبيق. وكل هالأشياء دخل في الاقتناع، وهو زي ما قلت ثلاث خطوات، اقتناع عن طريق السماع، الشيء اللي سمعته اقتنعت فيه. الخطوة الثانية أبغى أشوف اللي سمعته، قد أسمع شيء مقنع منك لكن اللي قلت لي إياه مقنع لكن ما طبقته قدامي، إيش دري إنه صحيح؟ إنك ماخذ من شخص معين وقاعد تنقل يا روح له أحسن لي. فالخطوة الثانية من الاقتناع إني أشوف اللي سمعته، أقنعتي بكلامنا أنا أبغى أرى أبغى أشوف، أمشي معك أطلع معك إلى آخر أشوف. الخطوة الثالثة هي تطبيق ما سمعته أو سمعته أنا ورأيته، أو ما سمعته أنت ورأيته أنت. طبعا النقطة الثالثة هذه مرتبطة فيك أنت زي ما قلت كخيال، يعني شخص أقنعك بالكلام ثم وراك اللي قاله انتهى شغله، لا يمكن إذا ما طبقت لومه هو إنه قال لك كلام مقنع وطبقه. عدم تطبيقك يعني إنك أنت ما طبقت الطريقة بالشكل الصحيح. زي ما قلت سابقا، إذا كان الخطأ اللي تقع فيه راعي الطريقة نفسه واللي ماشيين زين في الطريقة يقعون فيه فالبلا في الطريقة وليس فيك.
اما اذا كان راعي الطريقه اللي ماشيين زين في الطريقه ما وقعوا في اخطاء والاخطاء وقعت فيها انت معناتها الخطا منك انت وليس من الطريقه. طبعا لما يكون خطا اقصد انك تتوق بالي في الطريقه تحتاج وقت لتطبيقها. فقناعه ثلاث انواع: قناعه سماع، ثم قناعه رؤيه او شوف. قناعه الثالثه قناعه تطبيق، وقناعه التطبيق مرتبطه فيك انت وليس لها علاقه بالطريقه طالما ان الطريقه مقنعه بالكلام ومقنعه بالفعل. لو طبقت الخطوات الثلاثه لو تلاحظ لن تكون من اللي يحفظون فقط دون فهم، ولن تكون من اللي يفهمون فقط دون تطبيق. فاسمع، اقتنعت، شف، اقتنعت، طبق، عط نفسك الوقت، ومع الوقت والموهبه والخبره والاستعداد مفترض انك تصل لنفس النتيجه اللي شفتها وسمعتها وسمعتها وشفتها. طبعا تسمع من جميع الاطراف، تشوف من جميع الاطراف قدر المستطاع، ثم تحكم عشان تحكم بين وش عندي مثلا 10 5 15 خيار عشان اعرف وش الخيار الافضل لي. لازم اسمع منها كلها واشوفها كلها ثم اختار. اما اشوف طرف واحد فقط قد يكون جيد لكن قد يكون في شيء افضل منه. عشان زي ما قلت دائما للشخص اللي بيعلمك تعليم صحيح ينصحك بانك تروح للاطراف الاخرى وتسمع منها وتشوف منها، لانه يعرف انك لو رحت هناك اقتنعت اكثر مفترض انك تتعلم عندهم، ما عنده شيء يخسره. ما اقتنعت تبحث عن غيره وترجع له. اما الشخص اللي ما بيتروح لغيره ويصدق عن الناس معناته انه يبغى يكسب مواراك تجاريا ولا يهمه انك بالفعل تتطور. فكلما كان الشخص يعطيك خيار انك تروح لغيره او يحمسك عنك تروح لغيره معناته انه واثق بشغله، نص الوقت يبغى لك الخير فقد يكون غيره افيد لك منه. وكلما كان الشخص يحاول يحتوي قدر المستطاع ما يبغى تروح لغيره قد يكون هدفه تجاري، طبعا قد يكون فادك بس بالنهايه هدفه تجاري اكثر مما هو تعليمي وضع من الصواب. فده شعب حافظ مش فاهم في الخيل، طبق مثل ده عليهم. ننقل نقل أعمى، نحفظ حفظ أعمى، ما نفهم، وإن فهمنا لم نطبق. لكن إذا جاك الشخص حفظ ثم فهم ثم طبق هذا هو المطلوب. زي ما قلت في موضوع المثل حق القصة حق الرجال 50 مجلد بدون ما تفهمها ما تفيدني، مجلد واحد فهمها تماما تفيدني. فيختلف الفهم عن النقل والحفظ، ويختلف الفهم عن التطبيق. زي مثلا في القصة قصته هنا يتكلم عن أشياء نظرية ما دخل في الركوب، مجرد أن تفهمها خلاص تقدر تعرفها. لكن أفرض في الحالة ذي قال له اركب وطبق تطلع فضايح، لأنه ما كان مقاتل ولم يكن فارس ولم يكن شخص معروف بالركوب بينما هو كان راوية. فالمقصد حتى الفهم بعد نقطة أهم منها اللي الركوب، لأن الفهم مو مشكلة طالما ان عندك ذكاء وعندك حب للخير تفهم، سهل انك تفهم ان اردت. طبعا الفهم درجات بس قصدي سهل انك تقدر تفهم على الاقل ان اردت، لكن صعب انك تركب صح حتى لو اردت، لان الموهبه لها دور من الممارسه والخبره وعده امور اخرى. فاستطيع اخلي الشخص يفهم غصب طالما عنده استعداد، لكن لا استطيع الشخص اجعل الشخص خيال حتى لو اردت وحتى لو اراد هو الا بشروط كثيره جدا وعلى راسها موهبته واستعداده وخبرته وممارسه. فهذا رأيي في النقاط هذه على المصاب: الفهم غير الحفظ، والتطبيق غير الفهم. احفظ ثم افهم ثم طبق، هذا الوضع المثالي. احفظ وافهم بلا تطبيق ما استنى شيء. احفظ بلا فهم هذا قمة الخطأ او قمة عدم الفهم في نظري او العيب. والله على المصاب.